لو الحكاية فيها إن فيتو حلقة وائل الإبراشي والفيديو الثاني بتاع في ثورة في المياه. فيما يخص حلقة وائل الإبراشي، فأنا كنت بقول لحضرتك أن الإخوان اتهموا عدد من السيارات المدنية السياسية في مصر بأنهم مخربين وأملوا وبيشيلوا سلاح وعايزين يهدوا الدولة وحاجات شبه كده. وعندما اشتدت الحملة على هؤلاء كتبت مقال في جريدة اليوم السابع والتي كنت أعمل بها في هذا الوقت، كان عنوانه أناركي وأفتخر. ورغم إني الحقيقة مش أناركي، لكن قياسا على الفيديو بتاع وائل الإبراشي لو قلنا هنا أنا قلت أنا حرقت، فهنا يبقى أنا انتميت لهذه الفكرة اللي هي الأناركية أو الناس السلطوية. لكن فهم الكثيرين إن المقصد من هذه المقالة هو الدفاع عن المظلوم الذي يصر الجميع على، والسلطة تحديدا اللي هي كانت الإخوان وقتها بوسائل إعلامهم بصحفهم بطباليهم يعني وغيرهم، إن كله قرر من شوية العيال دول مجرمين ولابد أن يحاكموا أو حتى يقتلوا، بعضهم قال المفروض يضربوا بالنار في الشوارع. ولأني أمامي فرصة على عكس الكثيرين من هؤلاء المتهمين أو اللي بتخاض عليهم الحملات في الظهور في الإعلام والدفاع عما أعتقد وأؤمن من آراء، فكان الميل جانبا إلى هؤلاء هو موقفي دائما، مع الأناركية مرة، مع الاشتراكيين الثوريين مرة، مع معرفش مين مرة. وقياسا على ذلك جاء هذا الحديث اللي مع الأستاذ وائل الإبراشي للدفاع عن وجهة نظر بسيطة وفي رأيي مبدئية تماما. وجهة النظر دي بتسأل سؤال، وهذا السؤال سئل في الحلقة ويمكن لهذا المقرر الرجوع ليها. هل النقاش حوالين تقسيم الثورة إلى نصين، نص سلمي وولاد ناس ومحترمين، وقيل نصا يعني من أحد المدافعين عن التيار الإسلامي وقتها أو أحد المنتمين للتيار الإسلامي السياسي وقتها، قال يا أستاذ أحمد أنت من الناس المحترمة ومالكش دعوة بالناس دول. وكان الهدف هو تقسيم الثورة لنصين، نص المشهور واللي بيطلع في التلفزيون واللي بيعمل لقاءات وحوارات وبيكتب وغيره، فدول ناس ولاد ناس، وأصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة اللي هم الفقراء والغلابة وسكان العشوائيات.